تداعيات وباء كورونا همت بشكل مباشر القطاع غير المهيكل الذي ترتبط به ملايين الأسر المغربية. ونظرا لتعقد إشكالية الدعم، فقد قررت لجنة اليقظة الاقتصادية معالجتها على مرحلتين. وتهم المرحلة الأولى الأسر التي تستفيد من خدمة رماد وتعمل في القطاع غير المهيكل، وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي. هذه الأسر يمكنها الاستفادة من مساعدة مالية تمكنها من المعيش اليومية، والتي سيتم منحها من موارد صندوق محاربة كورونا. وقد حددت اللجنة قيمة 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل، و1000 درهم للأسرة المكونة من 3 إلى 4 أفراد، و1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها 4 أشخاص. ويجب على رب الأسرة الذي يستفيد من خدمة رماد إرسال رقم بطاقة رماد الخاصة به عن طريق رسالة قصيرة من هاتفه المحمول إلى الرقم التالي 1212. أما المرحلة الثانية فتهم الأسر التي لا تستفيد من خدمة رماد، والتي تعمل في القطاع غير المهيكل، والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، فسيتم منحها أيضا نفس المبالغ المذكورة سابقا. وللإشارة، فإن هناك منصة إلكترونية مخصصة لوضع تصريحات سيعلن على انطلاقتها في الأيام المقبلة. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ عبد العزيز الرماني، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. مساء الخير أستاذ الكريم، تعليقكم على هذه الإجراءات؟ أولا، من طبيعة الحال التعليق اللي هو يمكن يكون عند كل المواطنين هو أن المغرب كيمشي في طريق المواجهة ديال هذا الفيروس رويدا رويدا. المواجهة خايدة بزاف الاتجاهات، اتجاهات صحية، اتجاهات ديال التداعيات والاقتصادية وغير ذلك. فلاحية، احنا شفنا ديك 2 مليون ديال القنطار ديال اللي علنات عليها وزارة الفلاحة، 2.5 مليون اللي غادي تكون للماشية. إذن التوجهات مختلفة، وهذه التوجهات وصلت المغرب أنها يكون في طالعة الدول اللي إلى حسبتي الناتج الداخلي ديالها كتوجد أن أخذت منه نسبة كبيرة. يعني المغرب دابا في حدود رابع أو خامس دولة، يعني هو في طالعة هذه الدول هادو. الآن وصلنا دزنا من المرحلة، باش كنتكلم بالدارجة يفهموني الناس، دزنا من المرحلة ديال اللجنة ديال اليقظة اللي وضعات وخدمات على دوك الناس اللي جدين في السينيسيس، يعني بحال دوك اللي كنسموهم حنا رسميين، كنا بالدارجه الناس كيسموهم كيقول لك هذا سجل رسمي. هذوك الناس راه قلنا ديك 1000 درهم في هذا الشهر و2000 درهم من بعد، وهذا الشيء غيمشي كلي. الان اليوم هذا البلاغ اللي خرج اليوم بخصوص الاجتماع اللي كان نهار الاثنين ديال نفس اللجنه ديال 23 مارس، ولكن راه الاجتماع كان صعيب ومعقد، وحتى القرارات لما اتفقت عليهم اللجنه تعاود دراستهم لان صعب تطبيقهم. الحلول كانت هذا يقول لك محفظه الكترونيه، هذا يقول لك مباشره، هذا يقول لك بطاقات، هذا يقول لك بونات، هذا يقول... لكن في الاخير تم من طبيعه الحال الوصول الى هذه النتائج. مادام ما عندنا السجل الاجتماعي، ومادام السجل الاجتماعي مازال ما توفرش لحد الساعه، ومادمنا مازلنا كننتظروا، فمن طبيعه الحال صعوبات كبيره لتسجيل. وهذه نقطه مهمه استاذ الروماني، واضح نعم. كما قلتم ان الامر لم يكن سهلا، وبالتالي حان الوقت للتسريع باخراج مشروع السجل الاجتماعي لحيز الوجود. غير اللي تماما، هذا هو النداء اللي كان. ما عرفتش علاش تاجل بزاف، قلناها اكثر من مره، ومن القناه الى ميديا ان تي في هضرنا عليه اكثر من مره. ولكن الان خصنا ننبهوا ان هاد الفلوس اللي غتدخل من هاد الصندوق راه هي ديال الصندوق اللي توضع الخصوصي اللي وضعوا المالك باش يواجه به هاد الآفة. هذه بعدا الاولى، يعني ما لا مازالوا يمكن هناك مجتمع مدني يتحرك، هناك مؤسسة محمد الخامس اللي نادات على المسائل المادية وديال التهرية ديال الزيت ديال كذا، راه شفنا شحال تدفع ديال الطحين على كذا. انتم راكم كديروا صاهرين على هاد البلاغات، ولكن الان حنا جوج المرحلات خصنا ننجحوا فيهم. المرحلة الاولى كتبدا من نهار اثنين، دوك الناس اللي قلنا عندهم ديك البطاقه الصحيه، هذيك البطاقه الصحيه ديال الراميد اللي ديال تكتما ديال المساعده الصحيه، هذوك نهار اثنين يبداو كيصيفطوا داك 12 12، هذاك الرقم ديال هذيك البطاقه الصحيه ديالهم كيصيفطها نهار اثنين. ما غتجيش مساعده نهار الثلاث ولا الاربعاء ولا الخميس ولا كذا، فمن طبيعه الحال هذوك الناس راهم ديورين كيعكفوا على باش يدرسوهم، ونهار اثنين الاخر غيبدا تسليم هاد المساعدات اللي راكم ذكرتوا عليها، هذيك 800 بالنسبه لواحد حتى لجوج، و1000 من جوج، 800 و1200 نعم، حتى ال1200 الى فوق 4. الان
متلف السيد ما عرفش كيدير ديك 12 كيصيفط التراميد ديالو ما كدوش له في 12 اولا غير ذلك يهز تليفونه يعيط على هذاك الرقم يعني 12 يعيط عليه بتليفونه او تليفون واحد من الاسره ديالو ويقولوا له المراحل اللي ممكنه الناس اللي بغاو يخفوا على هذا الرقم يمشيو للمنصه الالكترونيه اللي توضعات لهذا الغرض ويوضع تصريحه مثلا دوك الناس اللي ما عندهمش راميد مثلا او لا كذا او لا كذا وكانوا خدامين في قهوه صباي او لا بلومبي او لا غير ذلك وعارف يكتب وكيعرف يكتب وعنده الامكانيات باش يدخل للانترنت يمشي يخفف على الرقم ويمشي للمنصه الالكترونيه ويدير تصريح راه واضح ما فيش ما غيكونش فيه غموض وهو غيتوضع في هذه يومين ولا ثلاث ايام الجايه اذا هذا الشيء ها هو واضح الان كيبقى الـ يعني المده راكم علنتوا عليها الناس اللي ما عندهمش راميد ما كانش عندهم او مثلا لان في هاد الناس ديال الراميد راه كنقولوا خصها تكون صالحه حتى 31 جنبير 2019 باش يمكن ليها تقبل ماشي واحد اللي ما صالحاش ديالو او لا خدا شي رقم او لا هذا ويصلى ثم هناك من طبيعه الحال اجراءات قانونيه الناس اللي ما عندهمش راميد الله يكون في العون كيخدم كما قلت خارج في الاطار غير المهيكل ولكن ما عندوش غيستافد من نفس الامتيازات من طبيعه الحال ما غيدخل وغيصرح حتى هو بنفس في مرحله ثانيه وغيستافد في المرحله الثانيه ولكن نعم وكانت هناك اشاره واضحه الى انه من سيدلي بمعطيات مغلوطه سيتعرض للعقوبه كل جوانب الاختلالات والاحتيالات والانزلاقات وغير ذلك والمحاولات تدليس او غير ذلك هذا راه القانون واضح فيها لا داخل لهذه الفتره هذه ولا حتى خارجها ولكن الان غير كينبهوا في البلاغ كيقول لك لا عاود شي واحد يعني يبان له انه يبغي يستافد جوج مرات ولا ثلاثه ولا بشي طريقه فهذا تنبيه ليه ان الامور راه عندها عواقب وخيمه علاش عواقب ما خويا هذا ماشي تهديد راه حنا في مرحله صعبه وخصنا يعني نتحلاو بالوطنيه والمواطنه وراه كل شيء معبأ والتعبئه ديال الناس اللي لا قدره لهم هي جوج الحوايج الاولى انهم يدخلوا لبيوتهم الثانيه انهم ينفعوا لهاد المساطر باش يتلقاو الدعم بطريقه سلسه وسهله وواقعيه فاذا اي انحراف لا في هذا الاتجاه ولا في هذا الاتجاه هو صعب على الدوله احنا غاديين في الطريق السليم احنا كنكملوا طبعا هذه الاجراءات وهذه المبالغ لم تغني هؤلاء الاشخاص ولكن هي من اجل مساعدتهم كما جاء في البلاغ على المعيش اليومي وبالطبع يبقى التكافل والتضامن هو الاساس نقطة مهمة جدا راه المجتمع المدني حتى هو خدام في جهة أخرى والله تعالى يدير اللي فيها الخير صحيح الأستاذ عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات